احنا دلوقتي عندنا معسكرين مفتوحين، ده تاني معسكر مفتوح، واحنا حرصنا ان هو يبقى مفتوح لان احنا بنشوف لاعبين من الدوري. فكابتن هشام حريص جدا ان هو يشوف كل ودي فرصه لكل اللاعبين اللي في الدوري. وخلي بالك احنا عندنا دوري الشركات، يعني انا برضو عايزه القي الضوء عليه لانه قوي جدا، ومعظم اللاعبين الموجودين في الدوري موجودين في دوري الشركات. فاحنا قلنا لازم نعمل المعسكرين مفتوحين نبص على اللعيبة، وفعلا كابتن هشام اختار لاعبين انضموا للفريق، وان شاء الله ربنا يسهل. انت عارفه ان احنا رايحين كاس العالم في ليتوانيا، فاحنا بنستعد. في دول بعتت لينا قالت لنا ان هم عايزين يلعبونا، بس احنا طبعا بنشوف جدول الكورونا اخباره ايه. ففي عمان بعتت، الارجنتين بعتت، لكن احنا لسه لغايه دلوقتي مش عارفين ايه اخبار الطيران او كده، بس طبعا بنستعد. يعني احنا يمكن دي تاني تجمع مفتوح عشان الظروف والكورونا وكده، ويعني احنا برضو الفتره اللي فاتت دي يعني احنا كنا دخلنا اكتر من بتاع 15 عنصر جديد بنشوفهم، في كل معسكر بيجيب ناس جديده تانيه. يمكن احنا وقفنا على عنصرين ثلاثة، يمكن لسه برضو لما يخشوا مع الناس القدام برضو هنشوفهم برضو وهيبقى وزنهم عامل ازاي في الفترة دي. واحنا شغالين برضو على الاجندة الدولية، احنا الاجندة الدولية اتبعتت لنا على اساس ان احنا كله تحدد، يعني في شهر 9 مثلا في اجندة دولية، في شهر 11، في شهر 12، كل الفترة دي هيبقى فيها ماتشات دولية ودية. احنا هنحاول نسكن، طبعا هنشتغل شغل تصاعدي، هنشتغل مع الفرق اللي يعني المستوى اقل مننا في مستوانا في الاعلى، على اساس برضو ان احنا لسه في فترة طويلة في كاس العالم 2021 في ليتوانيا، ان شاء الله يكون لنا نصيب فيها يعني، ويكون لنا فيها دور كبير زي المره اللي فاتت احنا في كاس العالم 2016 طلعنا ثامن العالم، ودي يمكن انجاز طبعا ما اتحققش كده قبل كده، بس احنا طبعا مش عايزين يعني ننزل عن المستوى ده. نستعد الفتره دي، في فتره احلال وتجديد في المنتخب، بس احنا جايبين 8 عناصر ضمنها العناصر القديمه، لان احنا بنحضر خلاص لكاس العالم في ليتوانيا 2021، لان كاس العالم كان المفروض ان يبقى في شهر 9 بس بسبب الكورونا وكده تأجل سنه. فاحنا عاملين معسكر، ده معسكر اعدادي تحضيرا لكاس العالم ان شاء الله. والله احنا بنستعد استعداد كويس الاول، احنا لسه متجمعين، كان في معسكر قبل ده بقيمه 10 ايام، وده تاني معسكر لينا بعد الكورونا، فاحنا بنستعد استعداد قوي عشان كاس العالم. المفروض احنا الايام دي كنا زماننا بنلعب كاس العالم بس اتاجل عشان الظروف اللي احنا بنمر بيها. احنا بنستعد كويس، في ماتشات وديه كويسه، ومعانا الجهاز بيستعد جامد، ان شاء الله رايحين نحقق مركز كويس ونشرف مصر ان شاء الله. ان شاء الله بنستعد بقوه، الكباتن معانا برضك واقفين وقفه كويسه قوي، الكابتن هشام، الكابتن نادر رشاد، الكابتن ايمن، كلهم واقفين وقفه كويسه، وكلنا باذن الله هنبقى مستعدين جامد قوي لبطوله كاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله احنا بنستعد كويس، في لعيبه جديده يعني في وسطينا ان شاء الله يكونوا برضو اضافه لينا. عندنا هدف احنا رايحين له، لو ما كناش في الثمانيه الاوائل ما ننزلش ان احنا نبقى مثلا عن اللي احنا كنا فيه، يعني هنحقق يا اما ما ننزلش عن المكان اللي احنا كنا فيه.